سيدي ربي كتب الهواء سيدي ربي لهنا كتب الهواء سيدي ربي لهنا ياك كابتن كمر بوشافر رئيس خلية الأمن والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية تيزوز. اندلعت هنا في ولاية تيزوز ونهار اليوم 9 أوت 2021 كانت الحرارة كبيرة كثير، كانت يعني رياح جنوبية كانت قوية. اللحظة هذه عندنا 25 مكان وين كانت حرائق، من بينها 10 أمكنة وين الحرائق يعني كبيرة جدا، خاصة في منطقة واسيف وأثياني، كذلك عززقة، إفيغا، أقبيل، إفليسن، كذلك يعني درع الميزان، أيت يحيى، كل هذه المناطق يعني شهدت حرائق كبيرة جدا. كان هناك تدخل الحماية المدنية، كل وحدات الحماية المدنية يعني كانت في الميدان، بالإضافة إلى الروتين المتنقل. كان هناك دعم من المديرية العامة للحماية المدنية بواسطة المروحيات يعني لإطفاء هذه الحرائق، كذلك كان دعم من الولايات المجاورة خاصة بومرداس بويرة ووحدة الحميز، وهذا لإطفاء هذه الحرائق.